de llegarme casos de muchas ciudades de España, como País Vasco, Valladolid, Valencia, y todos me acusan de lo mismo, de blanqueo de capitales y estafa, y se me han hecho un ingreso de 87.000 euros. السلام عليكم مشاهدي الكرام. خط اليوم غادي نشارك معكم هذا الخبر ديال هذا الحادث اللي صدم عدد كبير ديال الناس هنا في اسبانيا، خاصه بعد ما خرجت الشرطه الاسبانيه تحذر الجميع، تحذرنا نعم جميعا، لان ممكن كاملين تمشي لكم فلوسكم من الحسابات البنكيه ديالكم الا درتوا هاد الاخطاء هذه اللي غادي نشوفوا، بان واحد السيد تقريبا جمعت عنده في الحساب ديالو 816 مليون ديال الناس، وحدة اخرين مشات ليه من الحسابات ديالهم، ممكن يكون واحد فيكم حتى هو مشات ليه الحسابات ديالو او مشات ليه فلوسه من الحسابات البنكيه. الشرطه الاسبانيه خرجت كتوضح، حتى حنا خرجنا نوضح لكم باش ما تطيحوش مثل هذه الاخطاء، لان العدد كبير كما قلت لكم ديال الضحايا، ونهار على نهار كيتزاد، لذلك خصنا نوعيو كاملين. وبزاف ديال الناس مشات ليهم، يعني 87 مليون كاين اللي مشات ليه من الحساب ديالو، حساب واحد خرجت منه. غادي نوضحوا كلشي بالتفاصيل كيفاش هادشي كيوقع، فما تبخلوش علينا الاخوان باللايكات والبارطاج في هاد الاواخر، راه اللايكات ديالكم كلار، كنوضح لكم دائما الاخوان، راه اللايك فقط لتشجيع الفيديو على الانتشار والدلو على الخير كفاعله. اذا الاخوان نبداو على بركه الله بهذا الخبر اللي حقيقه خلع العدد كبير ديال الناس، خاصة بعد ما خرجت الشرطة الإسبانية والقنوات الإسبانية كاملة تتكلم على الموضوع. هاد السيد وصلت ليه في الحساب البنكي ديالو 816 مليون، وما قدش يتصرف فيها، ولكن الآن راه متابع أمام المحاكم الإسبانية، لأن مشات لبزاف ديال الناس، وممكن تمشي لكم حتى أنتم إلا درتوا هاد الأخطاء. نمشيو الخوت مع الروبورتاج ونرجع نوضح لكم التفاصيل. Yo soy un trabajador y cuando me llama la Guardia Civil de Valladolid y me acusa de blanqueo de capitales y estafa y me informan en agosto y yo había perdido el DNI en diciembre. Yo me hice, no hice una denuncia. A veces que me llaman de Valladolid, no paran de llegarme casos de muchas ciudades de España, como País Vasco, Valladolid, Valencia, y todos me acusan de lo mismo, de blanqueo de capitales y estafa. Y yo lo único que he hecho es perder el DNI, no denunciarlo, pero me saqué un nuevo DNI a los dos meses. Pues se me han hecho un ingreso de 87.000 euros. Un ayuntamiento de aquí de la Costa del Sol me hace un ingreso también de 450.000 euros y es un suma y sigue y no sé cómo ponerle freno a toda esta situación. Y además ha estado tres veces detenido y teme, claro, porque esta persona puede estar, sigue todavía suplantándole la identidad y probablemente en unos meses le van a llegar más delitos. Efectivamente, el 14 del mes que viene tengo otro juicio. Y me han llegado más citaciones de juzgado y esto es un no parar. نعم الخوت، كما شفتوا في الروبورتاج، حقيقة الصحف الإسبانية والقنوات الرسمية هنا في إسبانيا تتكلم على هذا الأمر، وحتى دفع الشرطة الإسبانية أنها تخرج توضح، لأن هذه العمليات ديال النصب كثرات، والناس بدات كتمشي ليها يعني فلوسها ديال السنوات. تخيل واحد خدام 30 سنة ولا 40 سنة، هو مسكين كيجمع واحد شوية يعني باش يعيش او لا فاش يخرج تقاعد، هذا كيدخل الحساب البنكي ديالو كيلقى بان مشاو ليه فلوسو كاملين. كما شفتوا هذا السيد هذا اللي داز في الروبورتاج، لقى في الحساب ديالو 816 مليون. هاد 816 مليون كيفاش وقع ليه؟ تدازت ليه حسابه، والان كيعيطوا ليه الشرطه الوطنيه من جميع المدن، كيعيطوا ليه من 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 الشمال ديال اسبانيا، في اندلسيا، في مدريد، جميع المدن كيعيطوا ليه وكيوجهوا ليه التهم. حين مره كيقولوا ليه بان تبييض الاموال، ومره كيقولوا ليه بانك السرقه والنصب الى اخره. كيفاش هاد السيد هذا وقع ليه هادشي؟ هو انه تلف لاكارت ناسيونال ديالو، تلف الديني ديالو طاح ليه، فهو ما مشى دار لا دينونسيا لا والو. غادي نجي نقول لكم حتى انتم حنا كنطيحوا في هاد الاخطاء، وبزاف ديال الناس مشاو لهم فلوسهم، الضحايا مشاو لهم بطريقه اخرى. غادي نوضح لكم، طاح ليه هو الديني ديالو، ما مشاش بلغ، مشى قال بلاتي تنكون مسالي ونمشي نخرجو، طاحوا داك النصابه هزوا داك الديني ديالو، متفقين، هزوه وبداو كينصبوا بالاسم ديالو، بداو كيديروا يعني عمليات ديال النصب على ناس وحده اخرين بالديني ديالو، كيقولوا لهم مثلا حنا راه فلان فلان راه كذا الشركه الفلانيه، وكيصيفطوا لهم شي رابط بالطرق ديال النصب اللي كتوريتكم. فالناس كيدخلوا المعلومات ديالهم الشخصيه، ولا كيوركوا على بعض الروابط، لان عمليات كثيره لقاو ديال النصب عاد كيفكوها. كاين اللي كيصيفطوا ليه شي رابط في الواتساب، كاين اللي كيصيفطوا ليه جيمايل، ميساج في الجيمايل ديالو، حق راه حنا الضو خصك تخلص الضو راه جاك غالي هنا، اولا حنا راه حنا لاسيندا راه خصنا نردوا لك واحد القدر ديال الفلوس، خصك تورك على هذا الرابط. ملي كتورك كتعمر المعلومات ديالك، كتدخل عندهم كيشدوهم، كتدخل الحساب البنكي ديالك، كيهزوا لك فليسات كامله وكيصيفطوها في السميه ديال هذا السيد. يعني النصابه ما كيبانوش،
هذا التحليل الديني ديالو حطوه في الواجهه، والناس اللي كينصبوا عليها يعني حطوها مع هذا السيد هذا. اذا جميع الناس الان اللي مشات ليها فلوسها واحد السيد، يعني حسب هو راه قال بان لقى في الحساب ديالو بان تحويل ب 87 الف اورو، 87 مليون مشات لواحد مسكين. غيكون شي راجل كبير هنا في اسبانيا خدم حياته كامله مسكين، يمكن غير وراك على شي رابط او لا شي واحد عيط ليه قال لي حنا راه كنبيعوا البرودكت والفلفل. ما تبقاش تيقول خوت، حتى دوك اللي كيعيطوا في التليفون كتقول لك حنا راه كنبيعوا كذا ولا كان هذا ولا هذه، ولا بغيتي ندخلوك الوي في رخيص، ولا بزاف كيبيعوا بزاف ديال الامور، ولا تشارك معنا في هاد القرعه، صيفط لينا النيه ديالك ولا الديني ديالك في هاد النمره وكذا. كاين اللي مسكين كيزعم كيمشي كيصور وكيصيفط، لا ما تخلص والو في هاد الاول، خصك تصيفطنا الديني ديالك ولا النيه ديالك اولا الباسبور ديالك. كيقول ها هو انا ما خلص والو، كلشي فابور انا نصور كيصيفط لهم المعلومات ديالو انا داك، كيدخلوا الحساب ديالك وكيديروا فيه ما بغاو. هادشي راه تطور، هادشي نهار على نهار ولا خطير، ولا يعني هادشي راه حتى الشرطه الاسبانيه راه متفاجئه من هاد العمليات ديال النصب كيفاش غادا كتطور. واخا قال لك واحد مسكين 87 مليون دوزوها في سميت هاد السيد اللي طاحت ليه لاكارت، زائد انه لقاو واحد التحويل ديال من شوف باش تعرف هاد النصابه هادو يعني النيفو عندهم كبير، وخصكم توقعوا منهم اي حاجه. لذلك الاخوان كنقول لكم اي رابط وصلكم في التليفون ما توركوش عليه، اي واحد طلب منكم شي تصويره ديال الباسبور ديالكم، شي وثيقه رسميه ديالكم ما تعطيوهاش، عمركم تصيفطوا داكشي في الباس في الواتساب ولا في شي جيميل ولا هذا. شي اداره راه كتمشي عندك توريها كلشي، ما ينصبش عليكم شي واحد وتعطيوه المعلومات ديالكم الخاصه، راه هادشي ولا خطير. تخيلوا الان عرفتوا شكون اللي غادي يطيح دابا في العمليه ديال النصب، وغادي يصيفطوه لهذا السيد اللي طاحت ليه لاكارت في الكوينتا ديالو 450 مليون، 450 الف اورو ديال من ديال البلديه ديال كوستا ديال سول، بلديه ديال كوستا ديال سول مشات ليها 450 مليون، قامت خرجت ليها من الحساب البنكي ديالها ومشات للحساب البنكي ديال هذا السيد اللي طاحت ليه لاكارت. الان ناضت البلديه دعات هاد السيد هذا اللي طاحت ليه لاكارت. الان هاد السيد هذا راه عنده تعتقل اكثر من ثلاثه المرات، عنده دعاوى عشرات يعني من جميع المدن، وكل مره مسكين دابا راه غير غادي لهاد المحكمه، جاي لهاد المحكمه وكيسمع ارقام مخيفه انك تدخل ليه الحساب ديالو. ملي كيبغي يدخل مثلا يمشي يخرج هو داك الشيء داك الفلوس ولا لا، ما كاينه صافي كدوز الحساب ديالو كيحاولوا انهم هما يجبدوه يشفروه. يعني نيفو كبير ديال النصب وعدد كبير، راه هو بوحدو تجمعات عنده 816 مليون. كاين اللي داو ليه مسكين 10 مليون، كاين اللي داو ليه 10000 اورو، ندوي لكم بالاورو 10000 اورو، كاين اللي داو ليه 1000 اورو من الحساب ديالو، كاين اللي هذا وكيدوزوها ليه. لذلك الخوت حضيو راسكم كاملين، راه ممكن كاملين تمشي لكم فلوسكم، وهادشي راه ماشي فقط في اسبانيا، هادشي راه في اوروبا كامل، راه في ايطاليا فرنسا، ولكن اسبانيا كثر فيها بزاف لان حنا كنتبعوا الشان هنايا ديال اسبانيا. كما قلت لكم بانه مسكين تعتقل اكثر من ثلاثه ديال المرات، عنده محكمه 14 في الشهر الجاي، محكمه ديال تبييض الاموال، قالوا له كيفاش لا عفوا لا سيندام اللي دخلت ليه الحساب ديالو لقات اموال كثيره، لا سيندا دابا معيط عليه من اجل تبييض الاموال، كيفاش تخدم غير كتشد غير 1000 وشي حاجه ودابا الحساب ديالك فيه 816 مليون متابعينه بتبييض الاموال، يعني روينا نايضه. شوفوا الخوت حتى الشرطه الاسبانيه شنو قالت، تحذير الشرطه الاسبانيه كما غادي نشوفوا الوطنيه بشان كيفيه التعرف على عمليات الاحتيال، كن حاضرا هنا. اذا هناك المزيد والمزيد من عمليات الاحتيال، كل مره كاين الجديد في عمليه الاحتيال. في الوقت الحاضر تضاعفت عمليات الاحتيال عبر شبكات التواصل الاجتماعي والتقنيات الجديده التي تسببت في ظهور مجرمين الكترونيين جدد، لذلك يجب ان ندرك ان هناك المزيد والمزيد من عمليات الاحتيال في جميع المجالات. رانا الشرطه كتكلم في هذا الخبر هذا، قال لك راه كاينه في العقار، في الكرا، الناس اللي كيمشيو يكريو بزاف تنصب عليهم مشات لهم فلوسهم، الناس اللي كيمشيو يشريو الدور بزاف مشات لهم ملايين من الحسابات البنكيه ديالهم، اشهارات، يعني عمليه النصب كل نهار الشرطه ما بقاش كتقد تحسب داكشي لان كل مره طريقه جديده. متفقين؟ فالخوت حضيو فليساتكم، راه صعيبه واحد يخدم حياته كامله وكيجمع كما كنقولوا يزير من هنا ومن هنا باش يجمع باش يقضي شي غرض، وفي الاخر بسبب الصبيع هذا ديال انه وراك على شي حاجه ولا يعطي المعلومات ديالو ولا يصور النيه ديالو ولا الديني ديالو ولا الباسبور ديالو المعلومات الشخصيه يعطيها لشي واحد، راه هادشي ولا خطير. راه حتى الخوت راه مشدو قاتلنا في واحد الجريده بان شدو شي يمكن شي طبيب ديال السنان
كي يعني كيمشيو عندو الكليينت ديالو كيصور ليه معني المعلومات ديالهم، ولقاوه بان المعلومات كامله عطاهم لشي وحدين بحال هادو ديال النصب ونصبوا على بزاف ديال الناس. قراتها في واحد الجريده، لذلك الاخوان حذيو راسكم، كونوا اكثر صرامه حفاظا على يعني على المعلومات الشخصيه ديالكم، لان ممكن بان دار جرائم بالاسم ديالكم. بحال هاد السيد هذا مسكين غير طاح ليه لاكارت، تابع عنده جميع المحاكم وفلوس كثيره كتدخل، ومسكين ما استفاد حتى من اورو، فلوس كتدخل لسميتو هو ما يقدرش يستافد بهم والو، كيدوزوها غير في سميتو، ولكن في الاخر كيدوزو عندهم. يعني خطيرين، عندهم الان نيفو كبير، وهادشي ما يمكنش يدوزو ليه الا فاش كتعطيهم انت المعلومات ديالك بطريقه ديال الناس بيكذبوا عليك، ولا كيقول لك صوار، ولا شي لعيبه، ولا انتم ما كتدخلش موقع وتعمر المعلومات ديالكم من تما كياخذوها. حذيو راسكم الان، راه هاد المواقع ديال التواصل الاجتماعي وهادشي ديال الالكترونيك وهادشي راه ولا خطير علينا وعلى الاملاك ديالنا. شي واحد اللي عنده شي ميل كل شي حاجه، راه الان راه في رمسه عين كيمشي لي فلوس. وتخيلوا بلديه لا يطامينتو ديال كوستا ديال سول مشات ليها 450 مليون من الحساب ديالها. دي بلديه تابعه للدوله ومشات ليها تحولات من الحساب ديالها، باش تعرفوا بان البودير القدره ديال هاد الناس اللي كينصبوا كبيره، خاصه الا عطيناهم شي معلومات ولا شافوا المعلومات ديالنا منشورين من تما، راه كينيشوا علينا وكيدخلوا. فحضروا رؤوسكم الاخوان، فما تبخلوش علينا باللايكات ديالكم والبارتاج، خليو لنا الاراء ديالكم في هاد المواضيع. ما هي الحلول؟ واش خص صافي ما يبقى حتى واحد هنا يتعامل لا بكارت كيشي لا بوالو؟ رجعوا ليا ما داكشي اللي كنسمعوا ديال الجليجه اللي كتخبي تحت الجليجه وتحت المخده وكذا احسن، او ماذا؟ هذا سؤال خد جاوبنا عليه. الى ذلك الحين استودعكم الله.